شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم شرحنا تكملة لشرح منزله قبل عن تطبيق مي اي اللي يتحكم براوترات شاومي. طبعا الشرح اليوم راح يكون شنو هو، انه شلون تتحكم بالراوتر وانت خارج المنزل، يعني يمكنك على غير شبكة. يعني هسه مثلا انا طب للبرنامج، شوف هاي اسم الشبكة نفسه، الراوتر اسم الشبكة 7 والراوتر 7 هسه اللي يمكنك عليه. يعني شوف هسه طبيت للراوتر، هاي كل اعدادات الراوتر موجودة، الاجهزة اللي يمكنك. هسه راح اخرج من البرنامج، راح اطفي الواي فاي واشغل البيانات. شوف هسه ادخل للبرنامج، طبعا البرنامج يريد تسجيل حساب شاومي، هاي اول شغلة حتى تقدر تتحكم بالراوتر وانت خارج يعني خارج البيت، شو ما نقول. المهم هسه ادخل للراوتر، شوف هاي طلعت عندي كل اعدادات الراوتر، هذا الرمز والاسم مال الشبكة، شوف كل الاعدادات مال الراوتر، يعني حتى تقدر تطفي الراوتر وترسته وانت خارج البيت. شوف هسه مثل هاي الاجهزة اللي يمكنك، شوف هذا اول جهاز اللي يمكنك، هسه موجود يمي هيا يعني قدامي. شوف هذا الجهاز، شوف هذا الجهاز موجود هسه يمي. شوف هسه خلي اسوي حظر، شوف هسه ايش قصه 170 ميجا، يطلع لك المعلومات عندك هذا السمارت. هسه كلها راح اشرح لكم عليها، بس اول شغله راح اسويها اللي هي اد تو بلوك، يعني تحضر الجهاز، تسوي له حظر. شوف هسه اجي الجهاز، شوف راحت الواي فاي. طبعا هذا البرنامج براوترات شاومي مو مثل تيب لينك، يعني مثلا تيب لينك عندك من تحضر الجهاز يظل يمكنك بس انترنت ماكو، هذا لا تروح الواي فاي، يعني تنحضر الواي فاي. شوف الساعة طب للواي فاي ما يكنك. هسه ارجع الجهاز، طبعا ريموف، هسه رجع كنك. شوف هسه راح نشوف السرعة مال الانترنت، تطبيق مال سبيد تيست قبل ما نحدد سرعة. شوف هسه شوف هسه السرعة شقد، هاي السرعة. المهم هسه شو نسوي؟ هسه نروح، شوف طبعا هذا اللي مكتوب سمارت سبيد ليميت، هاي تحديد السرعة، هذا تحدد وقت يكنك بيه. هذا عندك الويب سايت بلاك ليست والويب سايت وايت ليست، يعني المواقع بالقائمة السوداء والمواقع اللي تخليه يقدر يطب عليها، هاي بعدين نشرح لكم عنها. المهم هسه راح نسوي سبيد ليميت، تحديد سرعة. هسه شوف يقول الداونلود 1 ميجا والاب لود 0.3. هسه راح نجي نشوف لا بعد شغلة لازم نفعلها اللي هي هذه كيو او اس، هاي يعني يقول لك اقل شيء داونلود لازم يكون 8 ميجا. شوف لان من اخلي 2 يقول لي لازم اقل شيء 8 ميجا، فانا راح اخلي 8 ميجا داونلود. طبعا
الشبكة مال ال يعني الشبكة الثانوية اللي تسويها تقدر تحدد بكيفك، بس الشبكة الرئيسية لا، 8 ميجا المجموع تخليه. المهم هسه راح اطب للجهاز اشوف صار 8 ميجا. شوف هسه شوف هسه 7.5 يعني 8 الداونلود، والابلود لازم يكون 2. شوف 1.5 2 الا شوف شلون اشتغل. وهذا كل شغله يعني على البيانات، فاتح البيانات طبعا مو فاتح الواي فاي. شوف هذا كل شغلي يعني فاتح البيانات، يعني اقدر اتحكم بالراوتر واني على البيانات. فهذا البرنامج مال شاومي، ما اعرف بالراوترات القديمة، بس الراوترات الحديثة يدعم التحكم، يعني هسه اقدر اغير الرمز، كل شيء اقدر اسوي، اطفي الراوتر من الـ اسوي له ريستارت. شوف كل هاي، اسوي شبكة ثانوية هاي كويست واي فاي، شوف شبكة الضيوف يسمونها، هاي التحكم كل اعدادات الراوتر من خارج المنزل يعني عن طريق البيانات. يعني انت تجيب هذا الراوتر كل شي تقدر تسوي، اي واحد يجيك تقدر تحضره، تحضر جماعة البيت، كل شي تقدر تتحكم بالراوتر. فاهم شغلة لازم تسجل الحساب مالتك مال شاومي، حتى اذا ما عندك حساب شاومي لازم تنزل حساب، يعني تسوي حساب جديد، هاي اهم شغلة حتى تقدر تتحكم بالراوتر. واللي ما يعرف خلي يتواصل وياي، حساباتي بالوصف، وان شاء الله ما قصر ويا احد، وتحياتي للجميع.